السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونة بصوص الطماطم غرقانة كده في الصوص، وطعمها لذيذ جدا وريحتها تحفة ان شاء الله. بجد هتجربي الطريقة بتاعتي هتعجبك جدا جدا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف الوصفة بتاعتنا. معنا اول حاجة الحلة على النار، حطيت فيها شوية زيت صغيرين، وبعد كده هنزل عليهم وبصلايه صغيره مقطعاها قطع صغيره، واقلبها كده تقلبتين، وارش عليها رشه ملح صغيره يعني ربع معلقه صغيره. الملح بيخلي البصلايه تدبل بسرعه كده معانا. وبعد كده هنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم، وبرده هقلبها تقلبتين كده دوبك البصلايه تاخد لون بسيط جدا معانا. وهنا طبعا حطيت قرن فلفل كبير اللي هو الرومي دوت او الوان الموجودة عندك، قطعته برضو قطع صغيرة، ورحت جاي حطاه على البصلاية وقلبتها تقلبتين. هنا بقى هنحط البهارات، حطيت مع نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كمون، وبعد كده راح جاي حط عليهم معلقة كبيرة من الصلصة، وبرضو هقلبها برضو تقلبتين كده، كل ده على نار عالية كله ورا بعضه كده على طول تمام. وبعد كده جهز بقى معايا عصير الطماطم. عصير الطماطم طبعا كنت ضرباه ومصفياه في المصفى، حطيته كده على البصل والطماطم وعلى البصل والفلفل والثوم والبهارات اللي احنا حطيناها، وهقلبها واحط رشه سكر كده عشان خاطر السكر بيكسر الحموضه بتاعه الصلصه، وكمان بيدي طعم حلو قوي للصلصه. هنا قلبتها بقى خلاص كده بدات تتسبك معانا، يعني سبتها الاول على نار عاليه، واول ما بدات تسبك كده معايا بالشكل ده هدى عليها النار واسيبها ايه تكمل التسبيكه بتاعتها، وظبطت الملح بتاعها وخلاص، وطبعا مهديه النار عليها جدا لغايه ما تكمل التسبيكه بتاعتها. هنا بقى معانا الميه بتاعت المكرونه، جبت حله كبيره حطيت فيها الميه، وبعد كده حطيت فيها معلقه كبيره ملح وكمان معلقتين من الزيت، وهقلبها واسيبها لغايه لما تغلي معانا. هنا المية غليت معانا اهو، اول ما بدات تغلي كده على طول رحت جايه نازله عليها بكيسين المكرونه على حسب بقى المكرونه اللي انت عاملاها، وكل شويه طبعا هفضل اقلب فيها لغايه لما تستوي معانا، وطبعا ما نسيبهاش تستوي سوا كامل، يعني يبقى فيها تكايه صغيره جدا زي ما انتم شايفين اهي استوت معانا، بس لسه فيها تكايه صغيره جدا جدا. انا هطفي كده عليها خلاص واصفيها، ان طبعا هكمل لسه السوا بتاعها في الصلصه، فهي كده تمام وزي الفل. هصفيها واشطفها بميه، وبعد كده بقى ايه نحطها على الصلصه ونشوف هنعمل ايه. هنا الصلصه هي اتسبكت معانا بالشكل ده زي ما انت شايفاها، وكمان بالنسبه للمكرونه زي ما قلت لك صفيتها اشطفتها بشويه ميه كده ساقعين، وبعد كده راح جاي حطها على الصلصه وابدا بقى اقلبها بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفاها. هقلبها كده على نار طبعا عاليه زي ما قلت لك، برده انا كله ما هديتش النار عليها الا بس على الصلصه لما بدات ايه تتسبك معانا، رحت جايه مهديه النار عليها، ونبدا بقى نحطها. بص بسم الله ما شاء الله عليها زي الفل زي ما انت شايفاها، شكلها جميل وريحتها تحفه، ولا معجنه معانا ولا اي حاجه خالص، ومستويه بجد طعمها لذيذ جدا جدا. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. يعني بص ما شاء الله على الصوص كده غرقان فيها كده، بتاكليها كده يا سلام، بصي لذيذة جدا جدا، وكل واحدة بوحدتها كده اهو زي ما انت شايفاها. يا رب تجربي الطريقة بتاعتي وتعجبك، وما تنسيش تحطي لي اللايك على الفيديو سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.